نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين. أسبوع قبل الإعلان عن هوية المتنافسين في انتخابات ليبيا، اشتداد معركة البت في الطعون والاستئنافات. بعد مطالبة الوساطة الدولية في مالي بتسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، اجتماع مرتقب منتصف الشهر المقبل بالعاصمة باماكو. اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في لاتفيا، رسائل تحذيرية وتبادل للاتهامات. وفي الرياضة، الجزائر في مواجهة المنتخب السوداني ضمن منافسة كأس العرب في قطر. إلى التفاصيل. موازاة مع انتهاء الفترة القانونية للبت في الطعون المرفوعة ضد المترشحين لانتخابات الرئاسة في ليبيا، تتوالى ردود الفعل حول الظروف المحيطة بعمل القضاة على خلفية عرقلة مهامها من طرف جماعات مسلحة. في المقابل، تؤجل مؤسسات قضائية أخرى بطرابلس البت في عدد من الطعون والاستئنافات. من جدل الطعن ضد مترشحين للرئاسيات إلى معركة البت في سحية الطعون المرفوعة والاستئنافات ضدها، مشهد يطبع أجواء الانتخابات في ليبيا أسبوعا قبل الإعلان النهائي عن هوية المتنافسين الفعليين للاستحقاق في سبها جنوب البلاد. لا يزال تطويق قوات تابعة لخليفة حفتر مقر المحكمة، وما تبعه من اعتراض وترهيب للقضاة يخيم على الأجواء، الأمر الذي يؤجل البت في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي ضد قرار إقصائه من الترشح لليوم الثاني على التوالي. خطوة سريعا ما وضعت حفتر محل اتهامات وانتقادات لاذعة من أطراف داخلية عدة، ذلك أن الاعتداء على المؤسسات القضائية لا يصنف بحسبها إلا في خانة انتهاك الأمن العام، بل هو تهديد مباشر لحق الليبيين في المشاركة السياسية، ما يعرض المعرقلين إلى عقوبات جنائية تشدد البعثة الأممية في ليبيا. في الجهة المقابلة، تؤجل من جهتها محكمة استئناف طرابلس النظر في طعن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المترشح للرئاسيات عبد الحميد دبيبة ضد قرار استبعاده من السباق الانتخابي إلى الأربعاء، في وقت أشارت مصادر إعلامية إلى إلغاء واحد من الطعون الثلاثة المرفوعة ضد دبيبة، بما يحيي أمال بقائه في السباق. وبرغم تأكيدات مفوضية الانتخابات على قدرتها في السيطرة على جل التحضيرات اللوجستية المتعلقة بموعد 24 ديسمبر، فإنها لا تخفي تخوفاتها من هشاشة البيئة التي تسبق الحدث الانتخابي، اعتراف لم يغفله أيضا المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوبيتش غدا تقديم استقالته. أكد وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة خلال جلسة عمل مع نظيره الصيني وونغ يي على الأهمية البالغة التي توليها الجزائر للشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، وضرورة تعزيز بعدها الجهوي والقاري من خلال التعجيل في وتيرة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى المدرجة في أجندة التعاون بين البلدين. من جانب آخر، تحدث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع نظيره المالي حول عدد من النقاط والمسائل، حيث استعرض وزير الخارجية المالي آخر مستجدات الوضع السياسي في بلاده والجهود التي تبذلها السلطات المالية لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة. لقد تبحثنا في العديد من الشراكات الاستراتيجية بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية. لدينا العديد من الأمور المشتركة التي وجب علينا تعزيزها والتعجيل في وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى المسجلة في أجندة التعاون بين البلدين.
لدينا العديد من المصالح المشتركة وكذلك ضوابط تاريخية، فالجزائر كانت من الدول الداعمة للصين من أجل حصولها على مقعد دائم في مجلس الأمن، ونحن في هذا الملتقى لدينا أمل كبير من أجل العمل مع شركائنا الصينيين، ونشكر السنغال على هذا الملتقى الذي سيساهم في تعزيز العلاقات بين أفريقيا وجمهورية الصين الشعبية. قالت الوساطة الدولية في مالي إنها تطلع لتسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، معتبرة ذلك ضماناً لاستقرار مستدام في هذا البلد الإفريقي. وأكد بيان الوساطة الدولية في مالي الذي توج أعمال اجتماع افتراضي ترأسه المبعوث الجزائري الخاص إلى منطقة الساحل وإفريقيا بوجمعة دينمي، أكد أن الدول الأعضاء اتفقوا على ضرورة عودة الاستقرار في مالي، وسيعقد أعضاء الوساطة التي تقودها الجزائر منتصف الشهر الداخل بباماكو ملتقى لدراسة الوضع الأمني السائد في مالي والعقبات القائمة وبحث سبل تسريع تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في اتفاق السلم والمصالحة. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وفدا من الولايات المتحدة برئاسة الممثل الخاص المكلف بملف أفغانستان توماس سويست أجرى محادثات مع ممثلي كبار حركة طالبان بقطر. الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها العميق حيال مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وحث طالبان على حماية حقوق جميع الأفغان واتخاذ المزيد من الخطوات نحو تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف. استبعد قائد الأركان العسكرية الإسبانية إمكانية أن يشكل المغرب تهديدا للأمن القومي لبلاده، غير أنه لفت إلى وجود مؤشرات غير مطمئنة حسب وصفه لحادثة اقتحام شباب مغربي لمدينة سبتة الإسبانية شهر مايو الماضي، منوها إلى السياق أو في السياق بقدرة بلاده على الردع بكل أشكالها العسكرية السياسي والاقتصادي. وقال قائد الجيش الإسباني إن المشكلة الخطيرة الذي يواجه المملكة المغربية هو نزاعها مع جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية المحتلة. في خبر آخر، تجددت الاشتباكات في مدينة فشقة الزراعية الواقعة في المنطقة الحدودية بين إثيوبيا والسودان وسط اتهامات إثيوبيا لجبهة تيغراي بالضروع في العملية، فيما تتواصل الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي الأخير بين البرهان وحمدوك. الاشتباكات تجددت فجر اليوم بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية في منطقة الفجقة الصغرى الحدودية. بحسب الجيش السوداني الذي قال إنه كان يقوم بتمشيط المنطقة وتنظيفها من بعض الجيوب والكمائن التابعة للقوات الإثيوبية، إثيوبيا نفت القيام بهجمات على الجيش السوداني وحملت جبهة تيغراي مسؤولية استهداف أراضي سودانية، حيث أكد الناطق باسم الحكومة الإثيوبية أن عناصر من جبهة تيغراي تجري تدريبات في السودان وتتلقى الدعم من جهات أجنبية لم يحددها، فيما حث أبي أحمد قوات جبهة تيغراي ومن يقف في صفها إلى الاستسلام لإنقاذ أرواح أهل الإقليم. من جانب آخر، عرفت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى احتجاجات ومظاهرات شعبية أطلق عليها مليونية 30 نوفمبر رفضا لقرارات مجلس السيادة السوداني الأخيرة. الاحتجاجات التي يقودها تجمع المهنيين وبعض كوادر قوى الحرية والتغيير تأتي في إطار مواصلة المعارضة السودانية تصعيدها الجماهيري وفق تعبيرهم. تتواصل لليوم الثاني محادثات الجولة السابعة لمفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني. مصادر دبلوماسية أكدت أن أطراف المفاوضات قد توصلت إلى صياغة 80% من نص الاتفاق. على ضوء نتائج اليوم الأول المتسم بالإيجابية لاجتماع فيينا حول الملف النووي الإيراني، واصلت الأطراف جلسات اليوم الثاني من هذه المحادثات التي أشارت مصادر دبلوماسية أوروبية أنه تم الانتهاء من صياغة نحو 80% من نص الاتفاق. طهران التي أكدت على أنها لن تلتزم بأي بنود جديدة للاتفاق طرف رفع العقوبات شرطا غير قابل للتفاوض، كما أنها تؤكد على ضرورة تقديم ضمانات كافية
من الولايات المتحدة والقوى العالمية مع امتلاكها عدة خيارات في حال فشل المحادثات. وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان قال في حديثه عن هدف مشاركة إيران في المفاوضات: إن الهدف الرئيسي للمفاوضات هو التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق والسعي إلى تطبيع العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلاده. وتوالت مواقف الدول المشاركة في محادثات فيينا في جلسة اليوم الثاني. روسيا عبر بيان لخارجيتها أكدت أن المشاركين قرروا استئناف عمل مجموعتي الخبراء بشأن العقوبات والمسائل النووية، مضيفة أنهم أكدوا في سعيهم لتحقيق نتيجة إيجابية في أقرب وقت. فيما أبدى منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات تفاؤله، مضيفاً أن لجنة خاصة ستبدأ العمل اعتباراً من اليوم بشأن موضوع العقوبات. أما موقف الولايات المتحدة فيتضح في بيان البيت الأبيض، جاء فيه أن الدبلوماسية هي السبيل الأمثل للتعامل مع إيران، وأن هدف واشنطن ما زال العودة إلى الاتفاق النووي. التقى وزراء خارجية حلف الناتو في لاتفيا نظراءهم من دول شريكة للحلف لبحث التعبئة الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا، كما تطرق الاجتماع لأزمة طالبي اللجوء على حدود بولندا ومسألة إعادة النظر في أهداف الحلف الاستراتيجية. إلى ذلك حذرت الولايات المتحدة روسيا من مغبة مهاجمة أوكرانيا، في حين وضع الرئيس بوتين خطا أحمر لتحركات قوات الشمال الأطلسي في الجارة الغربية لبلاده. من جهته أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرا شديدا للناتو من نشر قواته في أوكرانيا، قائلا إن ذلك يمثل خطا أحمرا لروسيا وسيؤدي إلى رد قوي. في شأن آخر، تضارب وجدل واسع يعرفه الخبراء حول مدى فعالية اللقاحات في مواجهة المتحور الجديد أوميكرون الذي لا زال يشكل مصدر قلق، ويتطلب التعرف عليه نحو أسبوعين من الزمن حسب الوكالة الطبية للاتحاد الأوروبي. مستعدون للتعامل مع أوميكرون، وسنستغرق أسبوعين لمعرفة ما إذا كان قادرا على التعامل مع اللقاحات. هذا ما كشفت عنه رئيسة الوكالة الطبية للاتحاد الأوروبي الذي أعلن أن للمتحور الجديد أعراضا خفيفة، كما سجل الاتحاد أكثر من 40 إصابة. بريطانيا من الدول التي أعادت فرض ارتداء الكمامات في الفضاءات المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي، في حين أغلقت دول أخرى مجالها الجوي خوفا من تفشي أوميكرون. مختبرات تطوير اللقاحات أسترازينيكا، فايزر، سبوتنيك وجونسون أند جونسون طمأنت العالم بثقتها في تطوير لقاح يستهدف النسخة الجديدة من فيروس كورونا، بعدما شككت موديرنا في إمكانية اللقاحات السابقة تحدي المتحور أوميكرون. من جهتهم، دعا رؤساء كل من روسيا والولايات المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تهويل الوضع، مع تأكيد منظمة الصحة العالمية على وجوب وجود استجابة عالمية هادئة منسقة ومتماسكة. آخر تصريحات مؤسس مختبر بايونتيك أكد أن المطعمين سيحظون بحماية من أي مضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بأوميكرون، فحين صرحت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية أمير كوك أن اللقاحات المعدة خصيصا لمتحورات أوميكرون يمكن الموافقة عليها في غضون 3 إلى 4 أشهر. في الاقتصاد، كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب في تصريحات حصرية خاصة بها قناة الجزائر الدولية، كشف عن التوقيع على اتفاق الشراكة لتنفيذ مشروع عملاق لاستخراج وتحويل الفوسفات الخام بشرق البلاد شهر ديسمبر المقبل. مشروع ماشي حسب البرنامج ودراسته منتهية، وكذلك الشريك كذلك الآن رانا في الدراسات الأخيرة، وفي خلال الأسابيع هذه القادمة في شهر ديسمبر راح يكون التوقيع على الشريك اللي راح يبدأ في استثمار هذا المنجم إن شاء الله. وبخصوص الاجتماع المرتقب لتحالف أوبك بلاس الخميس المقبل، أكد وزير الطاقة الجزائري أن أعضاء الكارتل سيدرسون احتمالات السوق وفق توصيات الخبراء واللجان الفنية على وقع التداعيات السلبية لانتشار السريع للمتحور الجديد.
عقاب وخلال ندوة صحفية عقدها على هامش مؤتمر ترويجي للاستثمار المنجمي في الجزائر، ذكر أن أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة حريصون على نظام أو على ضمان الإبقاء على الإمدادات التي تحقق التوازن للسوق النفطي بما يضمن فائدة المنتج والمستهلك على حد سواء. احنا رانا نحققوا يعني في كل الاعمال اللي رانا نقوم بها نتاكدوا من الامدادات السوق 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 البتروليه وكذلك اساسيات السوق البتروليه اللي هي سليمه الان، لان المتحور هذا الاخير اللي راه ينتشر بسرعه وخلى الدول الاوروبيه وغيرها تبدا تاخذ في اجراءات، فلهذا يكون يعني التاثير دائما يكون تاثير دائما اولي بالنسبه لهذا هذا التاثير بالنسبه للكوفيد هذا وخاصه المتحور الاخير. فاحنا راح ان شاء الله يوم 2 ديسمبر عندنا اجتماع تاع الاوبك والاوبك بلس وراح ندرسوا تقارير خبراء في المجال وراح ناخذوا اجراءات لكي دائما نبقى في امدادات تكون جيده بالنسبه للسوق، امدادات لتخلي ان السوق يسترجع التوازن تاعو، وكذلك اساسيات السوق يعني لي فوندامونتو دو مارشي لازم دائما تكون سليمه وتكون حسب المنتج والمستهلك لتوازن. وفي رده على سؤال بخصوص اعتراضات إسبانية بشأن توقيع الجزائر تدفق الغاز نحو شبه الجزيرة الإيبيرية عبر الأراضي المغربية، أكد الوزير الجزائري أن بلاده وفية بالتزاماتها في ضمان الإمدادات الطاقوية. عقاب أكد أيضا أن العقد المبرم بين الجزائر وإسبانيا ملف تجاري محض وأن بلاده ستضمن تدفق الغاز وبالكميات المتفق عليها مع الجانب الإسباني. الجزائر دائما عبر سوناتراك كان دائما وفية بالتزاماتها، ودائما عندما توقع عقد أو تلتزم بتمديد الغاز أو البترول أو مواد المحروقات في كل مجالات هذه مجالات المحروقات سوناتراك الجزائر دائما توفي بتعهداتها وتلتزم التزام تام بالكميات التعاقدية. فهذا نعطيك جواب صريح وبدون أي ديماغوجية أو أي يعني هذا العقد قضية بيزنس يعني ما بين شركة وشركة، وكذلك الجزائر من خلال وزارة الطاقة والمناجم تقف وراء هذه الالتزامات لتطبيقها تماما. وفي أخبار الرياضة، انطلقت أمسي منافسة كأس العرب فيفا 2021 في العاصمة القطرية الدوحة، وإليكم مشاهدينا النتائج الكاملة لمباريات اليوم الأول. والآن نتابع البرنامج الكامل لمباريات اليوم الخاصة بالمجموعتين الثالثة والرابعة. يسهل إذن اليوم المنتخب الجزائري مشواره في كأس العرب بمواجهة نظيره السوداني، مباراة سيكون فيها أشبال مجيد بوغرة مرشحين فوق العادة لتحقيق الفوز. يستهل المنتخب الجزائري مغامرته في كأس العرب فيفا 2021 بمواجهة المنتخب السوداني غدا الأربعاء
على ملعب حمد بن علي المونديالي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي لبنان ومصر. محارب الصحراء بقيادة الماجيك مجيد بوغرة سيكونون مرشحين فوق العادة لتجاوز عقبة منافسهم، خاصة في ظل تواجد العديد من لاعبي المنتخب الأول، أبرزهم الرباعي الأساسي في كتيبة جمال بالماضي، الحارس رايس وهاب ملحي الذي سيكون قائد الخضر خلال هذه المنافسة المستحدثة بحلتها الجديدة والرسمية، إضافة إلى قلب الدفاع جمال الدين بالعمري والثنائي الهجومي يوسف بالليلي وبغداد بنجاح. المنتخب الجزائري الذي يعتبر هذه الدورة محطة تحضيرية لكان الكامرون والمباراة الفاصلة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 سيسعى دون شك لتأكيد سمعته وقوته بفوز جديد يضاف إلى سلسلته القياسية التي لا يريد لها الجزائريون أن تتوقف على الأراضي القطرية، على أمل تحقيق إنجاز جديد يثري خزائن ألقاب الكرة الجزائرية. ختام النشرة، شكرا لكم، في أمان الله.